وللحديث عن مسؤولية الطبقة السياسية عن الأزمات التي تضرب العراق تزامنا مع تصاعد حدة التظاهرات في البلاد، معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. حياكم الله. لنبدأ دكتور من دلالات منع القوات الأمنية لوالدة الشهيد وعائلته الشهيد إيهاب الوزني من الاعتصام أمام محكمة كربلاء. مما تخشى السلطات في العراق، ولا سيما أن هذا التصرف الحضاري الراقي تفعله كثير من العوائل في كل أنحاء العالم؟ مساء الخير عليكم، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة المبادرة هذه هي ليست مبادرة أم الشهيد الوزني فقط، وإنما التف حولها أعداد كبيرة من العوائل والمتظاهرين والمحتجين والمتضامنين من كربلاء والنجف وبابل وغيرها من المحافظات. الحقيقة الخشية الكبيرة اللي وضعتها السلطات أمام أعينها هي أنه تتحول من جديد هذه الخيمة إلى خيام لاستعادة الثورة جدوتها من جديد المتقدة في نفوس العراقيين، لكن هذا لا يغير شيئا، إذا منعت أو استمرت فالثورة باقية الحقيقة، والزخم سيتصاعد خصوصا خلال الساعات الأخيرة. هناك حملة تضامن واضحة أيضا ظهرت بشكل جلي عند العراقيين لاستمرار الثورة ولإحداث التغيير المنشود، التغيير الجذري الذي يريده العراقيين بصورة عامة. ولعل توجه المتظاهرين دكتور في كربلاء والنجف وذي قار أيضا إلى التصعيد في التظاهرات من جديد يكشف مدى فشل الحكومة في تلبية مطالبهم والاستجابة لتلك المطالب العادلة. بالتأكيد هو هذا الدافع المعنوي الجديد، يعني الاحتجاجات لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بالتأكيد ردا على الفشل الحكومي والسلطات بصورة عامة، أولا الكشف عن قتلة المتظاهرين، اثنين أيضا إحقاق الحق، لأنه هناك الحقيقة تقصير واضح، يعتقل شخص يلقى القبض عليه في مذكرة اعتقال ثم يطلق سراحه دون استكمال التحقيقات، وهناك شواهد كثيرة على أنه الحقيقة التحقيقات لم تجري بشكل سلس وبشكل واضح وبشكل شفاف أمام الرأي العام العراقي وأمام حتى الرأي العام الدولي الآن مهتم بالموضوع. ولذلك أيضا إحنا لا نستبعد هناك تدخلات أممية، رغم أنه يعني الملفت للانتباه أن هناك كانت فرقة للبعثة الأممية في كربلاء، لكن ما اهتمت بالموضوع. أنا يعني ما أستبعد هناك شيء. واسمح لي أتوقف هنا دكتور وأسألك عن ما رصدته عدسات الكاميرات التي رصدت تجاهل عجلات تابعة للأمم المتحدة لوالدة الناشط الوزني بعد محاولتها الاقتراب والتحدث إليهم، بماذا نفسر ذلك؟ الحقيقة هناك تفسيران في الموضوع، أما هناك تجاهل متعمد، يعني استغفال لمناشدتها ولمكاشفة هذه البعثة أو وفد البعثة بحقائق الأمور، أو هناك عدم مبالاة لكون المسألة لم تؤخذ في سياقات رسمية. يعني هذا أيضا هناك هذا الاحتمال الثاني أيضا وارد، لأنه الأمم المتحدة مثل ما نعرف يعني لها خط مفتوح ولها رابط ولها عنوان على النت على الإنترنت وإيميل وغيرها، يعني يتوقعون أنه هناك مراسلات رسمية وهناك مواعيد، لكن هذا لا يعني أبداً. طيب دكتور، لا يعني التجاهل أن هناك تقصير. نعم بلا شك دكتور. محكمة النجف حكمت بالسجن المؤبد على متظاهرين اثنين في قضية مجزرة ساحة الصدرين، والتي ارتكبتها ميليشيا قبعات الزرق التابعة لميليشيات الصدر. هذه الأحكام إلى أي مدى تعطي انطباعا أو تأكيدا بانحياز القضاء في البلاد؟ عزيزي الوضع كله ملتبس ومربك ومعقد وغامض، ولا يمكن الولوج إلى الحقائق دون أن تكون هناك مكاشفة حقيقية. يعني هناك فعلا محكمة تتخصص في كشف الملفات، ملفات
القتل والتنكيل والاعتقال والتهم الموجهة. هذه قضية الآن أصبحت من ضرورات التغيير القادم. لا يمكن أن العراق ينتقل إلى مرحلة من السلم والأمن الاجتماعي دون أن يكون هناك محاكمة للقتلة والمرتكبين والمحرضين والمتنفذين في السلطات اللي فعلا تصدر الأوامر. هذه قضية مهمة جدا، لأنه إحنا بالنسبة لنا حقوق الإنسان هي ركن أساسي من أركان السيادة الوطنية. إن لم يحترم حق الإنسان العراقي وأمنه وسلامته فلا توجد مثل ما تسمى سيادة وطنية، ولو هي منتهكة من الخارج ومن الداخل. لذا أنا أجد من الضرورة لمكان أن الاحتجاجات تستمر، التصعيد يستمر، المطالبة تستمر. هذه الثورة يجب أن تحقق أهدافها المرسومة، وهي الوصول إلى التغيير الجذري. هذا النظام أثبت فشله، النظام المحافظة المقيتة، نظام فاسد لا يليق بالشعب العراقي على الإطلاق. العراق يستحق الأفضل، لذلك حتى خطاب رئيس الجمهورية وكلماته بالمؤتمر الصحفي والمقابلات الأخيرة قال نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، لأنه العقد الاجتماعي لماذا لا يقومون بتحقيق ذلك دكتور؟ يعني هم يعرفون المشكلة ويعرفون الحل، القادة الموجودون سواء الرئيس أو رئيس الحكومة أو غيرهم، لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، وفي نفس الوقت لا يسمحون للشعب بالتعبير وبالتظاهر وكذلك بتحقيق هذه المطالب. عزيزي، السبب واضح، هو أنه هذه الطغمة السياسية الفاسدة التي جاءت بعد 2003 بمباركة أمريكا وإيران انتهى دورها، والآن الحقيقة هي متشبثة، تحاول إجراء ترقيعات بهذا النظام، لكن هيهات، الوضع الآن فات الأوان عليه. الآن هم أصبحوا الآن أول المعترفين بفشلهم وبضرورة إجراء التغيير القادم، لكن التغيير اللي هم يطالبون أو يدعون به تغيير يناسبهم ويناسب بقائهم واستمرارهم في السلطة. الشعب العراقي يريد شيء آخر مختلف تماما، وهو التغيير الجذري يتناسب مع متطلبات وأهداف وشعارات ثورة تشرين المباركة. هذا الفارق الكبير بين ما يريده الشعب وما تريده، وهو بون شاسع وكبير كما تفضل دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.